زي ما انتم شايفين احنا داخل المحل ده الحاجات المستعملة في امريكا، زي ما انتم شايفين كده ده داخل المحل ادوات المستعملة في امريكا. احنا داخل المحل ده زي ما انتم شايفين كل حاجة فيه مستعملة. دي جولتنا النهاردة، هل في ملابس مستعملة في أمريكا ولا لا؟ موجود ملابس مستعملة في أمريكا، موجود زي ما انتوا شايفين كده. احنا داخل المحل بنعمل جولة سريعة على الملابس المستعملة في أمريكا. زي ما انتوا شايفين كده اهو الناس بتشتري، زي ما انتوا شايفين كده احنا داخل المحل الملابس المستعملة في أمريكا. ده زي ما انتوا شايفين ده حاجات مستعملة، دي ترابيزة بتتباع داخل المحل، ده تمنها زي ما انتوا شايفين كده 39 دولار. الترابيزة دي موجودة، دي يعني حاجات مستعملة، دي ترابيزة سفرة زي ما انتوا شايفين كده، دي ترابيزة سفرة، ودي نفس الطريقة دي ترابيزة سفرة. هي الكمدين والمراية زي ما انتوا شايفين كده، ودي انتريه ب 199 دولار، ودي انتريه زي ما انتوا شايفين كده، ده انتريه، ودي شجرة الكريسماس ده زي ما انتوا شايفين كده، وده تلفزيون ب 199 دولار، وده بيانو، ده بيانو، ده بيانو. احنا بناخدكم جولة دي المحل ده للحاجات المستعملة، ده انتريه نفس الطريقة برضو، ودي ترابيزة زي ما انتوا شايفين كده، ده حاجات مستعملة في أمريكا. ده قسم المفروض ده قسم الانتريهات والنوم، ده انتريه برضو زي ما انتوا شايفين كده، ده مستعمل، انت ده مستعمل، ده بيتباع ب 600 دولار، ده سعره 600 دولار، انت ده 600 دولار، وده يعني 160 دولار، والاباجوره دي يعني ب 10 دولار، والترابيزه دي يعني برضه لسه احنا في قسم ده كل ده مستعمل، ودي يعني لوح فنية، دي لوح فنية دي بخمسة وأربعين، ده لوح فنية دي دي يعني قمصان، ده التيشيرتات دي يعني زي ما انتوا شايفين كده، ده ب 4 دولار، دي هدوم مستعملة زي سوق الكانتو في مصر والعتبة، ده ب 4 دولار، ده ب 4 دولار. نرجع نشوف الطاولة،
دي أحزمة زي ما انتوا شايفين كده. ده ب$6 الجاكيت ده ب$6. دي يعني هدوم مستعملة، يعني في ناس كتير بتيجي تشتري منها زي ما انتوا شايفين كده. دي هدوم المستعملة في أمريكا زي سوق العتبة في مصر. التيشيرت ده ب$4. هنا المناطيل زي ما انتوا شايفين كده، ده المناطيل الجينز. دي مناطيل جينز دي زي ما انتوا شايفين كده. البنطلون ب$8. ده ب$6 المنطلون ده. ده ب$6 المنطلون ده. ب$6 زي ما انتوا شايفين. بنفس الطريقة. في أمريكان بيجوا يشتروا على فكرة هون الناس أهي زي ما انتوا شايفين، أهي يعني الناس موجودة أهي بتشتري. نفس قسم المناطير زي ما انت شايفين كده. ده قسم المناطير، المنطلون ده ب$4. اي منطلون هنا ب$4. الفلاني ب$8. الفلاني ب$9. $9 البدل ده ب$10. البدل ده ب$10. هنا ب$9. أي بدلة هنا ب$9 زي ما انتوا شايفين كده. دواني هدوم مستعملة زي سوق العتبة. أي بدلة هنا، أي بدلة زي ما أنت شايفها كده ب$10. البدلة دي ب$10. ب$10 البدلة دي. هاي 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 ديب ب$10 البدلة. $5 القميص ده، أي قميص هنا ب$5. زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتشتري يعني ده تيشرتات بنص كم. ده التيشيرت ده ب$12. أي تيشيرت هنا ب$12. التيشيرت ده ب$12.
ما انتوا شايفين كده التيشيرتات دي بالظبط. دي محلات الهدوم المستعملة. دي نفس الطريقة التيشيرتات دي بالظبط. دي هدوم مستعملة. ذاك اسم الحريم، ذاك اسم الحريم زي ما انت شايفين كده. ذاك اسم الملابس الحريم، ده حريمي زي ما انت شايفين كده. ذاك اسم الحريم. ده أطفال، ده قسم الأطفال. أي حاجة هنا باتنين دولار وبدولار، ده أطفال. ودي أنا جزم أطفال، ده أطفال. زي ما انتم شايفين كده. دي أحذية مستعملة زي ما انتم شايفين. ده حريمي. هي مستعملة. دي أرض. دي نحن هي مستعملة. سنيكر اديداس مستعمل، اديداس ده كاسم بني، ودي كاس الكوبايات والمصحون. ده كاسم الكوبايات والمصحون. ده محل كله حاجات مستعملة. الحاجات دي الناس بدل ما ترميها بتتبرع بها هنا للمكان دوني، وبعدين يجي يشتري منها. ده المصحون. كل ما يخص حياة البيت. Thank you.
هنا ده بابا، ده حبيبي. شايفين الهدوم المستعملة دي؟ احنا في داخل محل للملابس المستعملة الموجودة في امريكا، زي ما انتم شايفين كده احنا داخل المحل ده حاجات مستعملة في امريكا.